هذه جولة اقتصادية جديدة. السلام عليكم مشاهدينا، نبدأها بداية بالعملات كما نتابع هذه أبرز العملات والأكثر تداولا في السوق الموازية، من بينها صرف العملتين على الحدود الشرقية والغربية. كما نتابع أيضا الدولار الأمريكي ارتفع إلى 58 درهم مقابل الدينار، اليورو استقر عند 85 درهم، أما الليرة التركية فتستمر في الهبوط مطلع الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. إذن العملات الأجنبية لا زالت في ارتفاع مستمر أمام الدينار، والدينار فقد كثيرا من مكاسبه التي حققها خلال الفترة الماضية. أنتقل بكم الآن إلى المؤشر العام، نلقي نظرة حول المؤشر العام، ما سجلته أسعار التداول لدى برنت الخام القياسي. كما نتابع أيضا غرب وسيط تكساس قد ارتفع إلى 65.2 مقابل البرنت الخام القياسي الذي استقر على 65.20 دولار، إذا الطلب لا يزال يترنح حتى ال20 في المؤشر العام. أنتقل بكم إلى مدينة بنغازي، حيث دخلت ميناء مدينة بنغازي صباح اليوم نقيلة النفط تزربو التابعة للوكيل الملاحي نقمار، ورصت تزربو فور دخولها للميناء على رصيف المنصة استعدادا لتفريغ شحنتها من الغاز المقدرة ب 1700 طن. بحسب البيانات المنشورة من إدارة الميناء، فقد سجل صباح اليوم دخول سفينة الحاويات دلبيش ريغا التابعة للوكيل الملاحي عبر أعالي البحار، وعلى متنها 790 حاوية. كما سجل الميناء أيضا خلال الساعات الماضية مغادرة السفينة ليون التي دخلت بعد تفريغ شحنتها من الحاويات. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من السبت، وأوضحت المؤسسة أن الإغلاق سيؤدي إلى خسارة أو ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي، أي قرابة 19 مليون دولار يوميا، الأمر الذي سيحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء، مضيفة أن الخزانة العامة ستتحمل عبء تأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفى حسب قولها. قال محافظ مصرف ليبيا المركزية البيضاء علي الحبري أن منحة أرباب الأسر ساهمت في تنشيط السوق الموازية وتسببت في إهدار الاحتياطي النقدي الأجنبي. الحبري أضاف في تصريح لقناتنا أن منحة أرباب الأسر أجبرت الناس أن يكونوا طرفا في السوق الموازي، مشيرا إلى أنه من المفترض بدلا من ذلك أن يمنح المواطن الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية في حسابه. بهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.